على الكوفيد 19 هوم ايزوليشن. وانا في الحقيقه مش هتكلم بس على الهوم ايزوليشن كبيشنت، لا انا هتكلم على الهوم ايزوليشن كبيشنت وككونتاكت، وبعد كده هنتكلم على كم دواء ليهم باع في السوق المصري، وبعد كده هنتكلم على الانديكيشنز بتاعت الانتي بايوتكس والانديكيشنز اوف انتي كواجولنت، وازاي اقدر اكمل بيها، وهل هي هتبقى اورال ولا هتبقى بارنترال. فان شاء الله يعني تبقى موضوعات بسيطه ويبقى المناقشه فيها مفيده، وباذن الله تحقق الاستفاده لينا كلنا. والكورونا ان شاء الله مروحه، وتم ترويض الفيروس، واحنا ابتدينا دلوقتي نشوف الحالات البسيطه والمتوسطه هي السائده اكثر من الحالات العنيفه والحرجه. أنا اسمي محمد عبد الحكيم النادي، أستاذ في كلية طب القصر العيني، وحديثاً عضو بالجمعية أو باللجنة العلمية لمكافحة مرض الكورونا التابعة لوزارة الصحة. بداية عايز أقول لحضراتكم إن الجود فيزيشن بيتريت ذا ديزيز، لكن ذا جريت فيزيشن بيتريت ذا بيشنت هو هاز ذا ديزيز. يعني إيه؟ يعني الدكتور المبتدئ اللي على قد حالاته بيعالج الكورونا، لكن الدكتور الشاطر الكبير العظيم هو بيعالج المريض اللي عنده كورونا. يعني ايه؟ يعني مش هيعالج الكورونا بس، لا ده هيعالج كل الاعراض الاخرى المصاحبه للمرض والغير مصاحبه اذا كانت امراض مزمنه للمرض. وهنا بنتذكر كلمه ان العامل باليد بيسمى صانع، صح؟ والعامل بالعقل بيسمى عالم، صح؟ واللي بيعمل بالقلب بيسمى فنان، اما من يعمل باليد والقلب والعقل فيسمى ايه؟ طبيب. ودي حاجه في الحقيقه بتدعونا الى الفخر ان احنا الحمد لله اطباء، لان شرف العلم ياتي من شرف المعلوم، فشرف الطبيب ياتي من شرف من يتعامل في جسده اللي هو الانسان، اعظم ما خلق الله واعظم ما كرم الله. طيب معلومة بسيطة وسريعة الأول، بس عشان عايزين نقول إحنا المفاهيم بتاعتنا عمالة تتغير كل يوم عن الكورونا. كان أول ما طلعت الكورونا قال لك بس ده هي عبارة عن أعراض تنفسية، عيان عنده وجع في زوره، عنده كحة جافة، وبعدين عدلنا قلنا معاه شوية بلغم ونهجان والعيان جسمه مدغدغ. شوف بقى الكلام ده اتغير تماما إزاي، إلى إن بقى في عندك نيورولوجيك مانيفستيشن، هيديك وديزنس وانكفالوباسي وجليان باري سندروم. بقينا نشوف دكاترة النيورولوجي يرجعوا لنا يقولوا لنا يا جماعة إحنا بقينا نشوف حالات جليان باري، هو الكورونا بيعمل ولا ما بيعملش؟ خليك عارف لو سمحت إنه بيعمل. بيعمل مايالجيا، بيعمل أنوزميا، بيعمل ستروك، فقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، أكيوت رينال إنجري، بروتينيوريا، هيماتوريا، إليفيتد ليفر إنزيمز عارفينها من بدري، إليفيتد بيليروبين، gastrointestinal diarrhea، نوزيا، vomiting، abdominal pain، anorexia، dermatological. وهحكي لحضراتكم عليها ثلاثه ستايلز في اخر المحاضره، لان كنا زمان يجي لك العيان عنده دراج راش يقول لك ده دراج رياكشن، ده ممكن يكون الدواء، لا اتضح ان الكورونا بتعمل هذا الكلام، ولازم نبقى وير بهذا. الاندوكراين هايبر جلايسيميا ودايابيتيك كيتو اسيدوزس والكارديك طبعا ما اكثرهم، الاريزميا والكاردوجينيك شوك والمايوكاردال اسكيميا والانفاركشن والمايوكاردايتس، وعلى مستوى البلاد فيزلز والاندوثيليوم بيحصل ديب فينس ثرومبوس وبالمونري امبوليزم وكاثتر ريليتد ثرومبوس. كل ده يعني ده بقى اسمه كورونا ميديسن، صح؟ الكورونا دي بقت سندروم، صح؟ ده مش حكايه بس ان هو بيصيب الريسبيرتوري تراك، لا ده بيصيب كل اجزاء الجسم التي تم ظهور الاس 2 ريسبتور او مستقبلات الاس 2 ريسبتور على سطحها. جي اي تي شغال، كارديولوجي شغال، كدني شغال، سكين شغال، بلاد فيزل شغال، فهو ضرب جميع اجزاء الجسم وكل جسم بيتضرب بصوره شكل. بس الحمد لله ان معظم الحالات وهي تمثل 80% بتبقى مايلد تو مودريت، وال 15% بيبقوا سيفير، وال 5% الباقيين بيبقوا كريتيكال، وال 5% دول هم اللي بيشكلوا الرعب والخوف والاذى، اللي هم منهم عيانين لا قدر الله بتموت وعيانين بتتوصل على جهاز التنفس الصناعي، لكن الحمد لله عندنا 80% بيكونوا مايلد تو مودريت. المايلد بيمثل 40 اسمه مايلد ديزيز، والتريتمنت بتبقى في الغالب سيمبتوماتيك، والعيان ممكن يتعالج في البيت. 40% الباقيين بيبقوا مودريت، وغالبا برضو ممكن يتعالجوا في البيت او ممكن يتعالجوا ان بيشنت اذا كان متوفر سراير في المستشفى، او اذا كان العيان معاه كوموربيد ديزيز، او كان اولد ايج، او دايابيتيك، او اميون سبريس، او بياخد كيموثيرابي او راديوثيرابي، او عنده ليوكوبينيا، يعني عنده كوموربيد ومش كنترول. و15% اللي احنا قلنا عليهم سيفير، ودول غالبا بيكون العيان فيهم محتاج يتوصل على اكسجين، بيكون تاكبني،
بيديساتوريت على روم اير، عنده انفولفمنت في الراديولوجي عنيف اكتر من 50% ديتيريوريشن افكشن على مستوى اللنج على مدار 24 ل 48 ساعه، وال 5% دول كريتيكال، دول فروم ذا ستارت، يا اما نايمين في الرعايه يا اما كانوا في المستشفى ودخلوا الرعايه، او يا اما تعب من البدايه تعب عنيف في البيت ودخل على المستشفى. يبقى ده الديزيز كاتيجوريز بتاعتي، مايلد مودريت سيفير كريتيكال. مين اختارهم الكريتيكال؟ مين اكثرهم المايلد تو مودريت؟ كويس، احنا كلامنا النهارده عن المايلد تو مودريت. طيب وزارة الصحة المصرية بتقول الحالة بنعتبرها حالة بسيطة إذا كان السن أقل من 60 والحرارة عالية بس مش أعلى من 38 والساتوريشن أقل من 92، أعلى من 92، ضربات القلب سريعة بس مش أكتر من 110، النفس سريع بس مش أكتر من 25، ولو خدنا توتال ليكوسيتيك كاونت وإثناء النيوتروفيل الليمفوسايتس هتبقى أقل من 3 و1، ولو كان في دايابيتك أو هايبرتنسيف يكونوا كنترولد باي ميديكيشنز، ما بيكونش بياخد اميونو سبريسيف دراجز، ما تكونش الست دي بريجننت، ما عندهاش كانسر، ما عندوش كانسر، ما بياخدش كيموثيرابي، وما عندوش كمان اوبيزيتي او اللي هي الايه اللي فيها البي ام اي اكتر من 40 كيلو جرام لكل متر مربع، يعني مش اكستنسيف اوبيس او كوموربيد اوبيس. يبقى دول العيانين اللي انا هفترض ان هم ياخدوا العلاج بتاعهم في البيت، ده اذا كان في علاج. وحط تحتيها خط الكورونا حتى هذه اللحظه هاز نو سبيسيفيك فاكسين، has no specific antiviral treatment، ولكن كلها اجتهادات ولسه still lacking evidence based medicine. عشان كده بنقول كلنا بنعالج، كلنا بنجتهد على قد ما نقدر، بنبقى sticky to the scientific background، لكن حتى الان مفيش consensus على treatment معينه بدواء معين بنتيجه معينه. الhome isolation هو ان انا هاخد العيان بتاعي واحطه في البيت، بس عشان احطه في البيت وياخد علاج لازم يكون ليا ضوابط، ومش المشكله بتاعتي في العيان، ده هتبقى المشكله في العيان ومين والمرافقين لهذا المريض، ومش المشكله كمان في العيان والمرافقين، لا ده كمان هيبقى فيه مقدم للخدمه الطبيه لهذا المريض، وغالبا هيكون حد من الاقارب او حد من المتطوعين مشكورين. طيب ال WHO انا عارف ان الاسم دلوقتي بقى يجيب حساسيه للجميع، بس معلش هنستحمله، هي منظمة الصحة العالمية شئنا أم أبينا، بتقول إيه؟ بتقول المايلد كيسز هوسبيتاليزيشن ماي نوت بي بوسيبل. صح، في بداية الوباء كانت الدنيا فيها أزمة، وكان الكثافة على المستوى المستشفيات عالي جدا، وبالتالي بدأنا ناخد سبل مختلفة وقلنا المايلد كيسز ممكن يتعالجوا في البيت. هوم كير أز لونج أز زي كان بي فولود أب، طالما حطيتهم تحت عناية وهقدر أتابعهم بفاميلي ممبر او بهيلث كير بروفايدر، يبقى انا اقدر اوفر له هذه الخدمه وتتم في خلال البيت. كويس قوي. بس للاسف يعني احنا شغالين اليومين دول بنظام جرب معاه شويه كورتيزون، اشتغل تمام، حطه في البروتوكول، الكلام ده على المستوى العالمي موجود، لكن على مستوى البروتوكول المصري هو بروتوكول محترم، وفي الحقيقه من اول البروتوكولات اللي حطت الكورتيكوستيرويدز، ومن اول البروتوكولات اللي حطت الانتي كواجلانت في هؤلاء المرضى. عايز اقول ان الكورونا ده ميديسين يا جماعه، ستادينج ميديسين از لايك ترو لاف، يو سفر فيل ليرن فيل اجين فايت اند جرو بات يو نيفر وونت تو ليت جو. صح كده، احنا بنحاول وبنحارب وبنستميت في المحاوله والمحاربه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لنا الشفاء. سريعا احنا بنقول لو قررت ان انت تدخل عيان في البيت وتقعده، لازم تكون اول حاجه الروم بريباريشن فور ايزوليتد بيرسون. طبعا هو احنا على المستوى المصري مش سهل ان احنا نوفر هذا الكلام، اللي هي غرفه منفصله بحمام منفصل، وبنقول ان احنا بنختار مقدم خدمه طبيه بمواصفات خاصه، والتعامل لابد ان يكون من خلال تباعد اجتماعي سوشيال ديستانسينج في التعامل لا يقل عن 2 متر ولفترات قصيره جدا للي بيقدم هذه الخدمه لهذا المريض اللي هو متشخص بي سي ار بوزيتيف، ودايما بيبقى المقدم للخدمه الطبيه شغال بالكحول والكلور، جميع الاسطح بتترش بالكحول والارضيات بتتمسح بالكلور، والكلور بيدي التعقيم في خلال ربع ساعه والكحول بيدي التعقيم مباشره.
الاكل والشرب بنهتم بيهم جدا عشان نرفع مناعه هذا المريض، وغالبا بيكون الاكل والفاكهه طازجه عشان دي بترفع الوايت بي سيز وبتحسن المناعه. ولازم يكون في اتصال مباشر ما بين مقدم الخدمه الطبيه اللي هو احد افراد هذه العائله، اللي انا بشترط انه يكون سنه اقل من 60، ما يكونش عنده امراض مزمنه، ما يكونش غالبا اصلع، ومحدش يزعل مني من الصلع، دكتور نزار كان زعلان. الصلع يا جماعه ممكن يزود الانسنس بتاع الانفكشن لان ده ريليتد للاندروجين. كمان ما يكونش بلاد جروب A، يفضل يكون O، يعني بيدي مور بروتكشن. واذا كان دايابيتك او هايبرتنسيف يكون ويل كنترولد، ويفضل ما يكونش في عنده كوموربيد ديزيز. طيب يبقى هنا هذا المقدم لهذه الخدمه الطبيه عليه ان هو يتواصل مع الدكتور في حال ظهور فيفر او كوف او سور ثروت او ديسني على المريض. وفي نفس الوقت لو العيان فك العزل لازم يبلغ عنه عشان يتسجن ويتحبس. وبعدين المفروض هذا المريض وهو في البيت ما يقلبهاش قهوه، ويقلبها منتجعات وتجمعات، دونت اورجنايز جروب جاذرنج بارتي. وبعد كده بنقول انت في البيت معاه، هيلب موتيفيت سبورت ايزوليتد بيبل. كويس قوي. طيب يبقى هنا بنقول بقى the term of impact of age on severity to date most of the fatal cases has occurred in patients with advanced age. صح، واحنا دايما كنا بنقول يا جماعه ان السن الكبير كان معاه الريسك عالي. نون ريسك فاكتور فور سيفير كوفيد هيبقى معاه السن اكتر من 60، دايابيتك، هايبرتنسيف، كارديوفاسكولار، كرونيك لانج ديزيز، زي ما حضراتكم شايفين كده كل ما كان في كو اكزيستنج ديزيز، كل ما كانت الدنيا كاوت كام ما بتبقاش كويسه الا اذا كانت هذه الامراض كنترول. حلو قوي. وبالتالي يبقى لازم لو هتتحجز في البيت يبقى سنجل روم لو بوسيبل، وكمان يكون ليها حمام خاص اذا قدرنا، ودايما شغالين بالكحول والكلور. جميل. ومع ملامسه اي اسطح مشتبه فيها على مقدم الخدمه الطبيه ان هو يعقم ايديه ويعقم السطح ويعقم الارض، خصوصا لو كان في اي اشتباه في بقايا افرازات خاصه بالمريض على اي مكان. بس في الحقيقه انا واخد 3 سلايدز كده من البروتوكول الهندي سريعا، هقول منهم 2 وهعترض على الثالث، بس هنقول الثلاثه. الهوم ايزوليشن مي بي فولود باي بيشنت هو هاف الفاسيلتي ات ذا ريزيدنس فور سيلف ايزوليشن اند اولسو فور كوارنتين فاميلي كونتاكت مع اللي هيقدر يخدمه. وزي ما حضراتكم شايفين هو قاعد ولابس الكمامه، ده المريض، والشباك مفتوح يبقى في جود فنتيليشن. وغالبا التكييف ما بنحبوش قوي، وان كان بعض الناس بيقولوا مش بينقل العدوى لكن مش بيجدد الهواء. والكمامه دي لازم تكون من النوع اللي هو N95 اللي ما فيهاش فالف عشان ما تطلعش الفيروس وتعمل انفايرومنتال كونتامينيشن. كويس قوي. يبقى هنا بنقول لو الكوفيد 19 كارير، والكارير دي عليها كوتشن مارك لان هو اسمه انكيوبيشن بيريود، ممكن يعدي لو من غير الماسك بنسبه 70%. طيب ولو لابس ماسك يعدي بنسبه 5%، يعني ده حمايه قويه جدا للي حواليه، صح؟ ولو كان لابس ماسك واللي بيقدم الخدمه الطبيه هذا الرقم بيقل ل 1.5%. وكمان لو الديوريشن اللي انت قاعدها جنب هذا المريض قلت، كل ما كان الانفكشن ريت بيقل، كل ما كانت المسافه بعيده كل ما كان الانفكشن ريت بيقل. يبقى هنا دعوه الى ارتداء الكمامه وعدم الاتجار في اسعار الكمامات، لان احنا للاسف المصريين او احتمال في بلاد العالم كله بيستغلوا حاجات الناس في وقت من الاوقات فيرفعوا الاسعار. طيب لما تيجي تقدم هذه الخدمه الطبيه، الكير جيفر ده لازم يكون متوافر 24 ساعة على مدار الأسبوع بيقدم هذه الخدمة، مرتدي الكمامة والعيان مرتدي معاه الكمامة. كويس قوي. طيب الكير جيفر أو الكونتاكت ده، الهند بتعشق الهيدروكسيكلوريكين وبيحبوه قوي، وقالوا إن أنت ممكن تاخده كوقاية، وأنا معترض عليه، لكن هما بيقولوا إن ليه ساينتفك باك جراوند إنه ممكن يعمل جلايكوزوليشن للإيس 2 ريسبتور، وبالتالي انت ممكن تدي 400 مللي جرام توايس اون داي 1 اللي هو بيقدم الخدمه الطبيه، وبعد كده يبقى 400 مللي جرام كل اسبوع لمده 7 اسابيع او لحد ما العيان يفك العزل بتاعه، او اذا كان مش هيلث كير بروفايدر يبقى لمده 3 اسابيع. وانا معترض شويه على هذا الكلام. يبقى الهيدروكسيكلوريكين
ممكن يقدموا الكلوز كونتاكت، ممكن ياخدوا، لكن يفضل احنا ناخد اللاكتوفيرين وفيتامين سي والزنك، بيدوا مور بروتكشن والدنيا بتكون افضل. طيب العيان بتاعي خد العلاج، تقول لي علاج ايه؟ انت ما قلتش علاج. انا بقول لك مفيش علاج اساسا، مفيش اعراض، مفيش تحاليل، مفيش علاج. طب لو عمل وطلع بي سي ار يعزل 10 ايام، طيب المريض بدون اعراض يعتبر متعافي بعد 10 ايام خلاص. طب والمريض اللي عنده اعراض خفيفه اللي هو المايلد برضه يعتبر متعافي بعد مرور 10 ايام او بعد اختفاء الحراره بايه؟ بثلاث ايام بس كده. طب هياخد علاج ولا مش هياخد؟ مش هياخد علاج، هياخد للحراره باراسيتامول. لو عنده سكندري بكتيريال انفكشن هنديله انتي بايوتيك، لو عنده بوني اكس هنديله انالجيزيك، هنديله فيتامين سي اوكي، هنديله زنك اوكي، ممكن نديله انتي بايوتيك اوكي، اكتر من كده مفيش. بعض الناس ممكن يقول ممكن ندي هيدروكسيكلوروكين، موافق. ممكن ندي فافيبيرافير، موافق. ممكن وممكن لا، محدش يعترض لو سمحتوا. نوفل كورونا فيروس، كورونا فيروس المستجد، محدش يعترض على حد بعد اذنكم، ده الهوم ايزوليشن. كويس. طب اللي بيقدم لي الخدمه الطبيه ده، احنا بنقول سوشيال ديستانسينج. طبعا الهنود هنا بيقول لك وزاره الصحه الهنديه انجلطت. ليه انجلطت؟ لان هم كانوا عاملين سبيسنج عشان الناس لما تيجي تقف طوابير على المعاشات مثلا او لصرف تموين او وات ايفر يقعدوا بعيد عن بعض، فدول حطوا الشباشب وقعدوا جنب بعض بهذه الكيفيه. طيب يبقى البيرسون اللي انا هعتبره كلوز كونتاكت هو اللي قاعد في خلال 14 يوم يلاحظ نفسه طالما كان مقدم للخدمه الطبيه وقريب من المريض. تمام؟ كويس جدا. مين هو هذا المريض؟ مين هو هذا الكلوز كونتاكت بقى؟ قال لك اللي هو فيس تو فيس كونتاكت مع كوفيد 19 بيشنت وزين 1 متر في اقل او اكثر من 15 دقيقه. يبقى لو هو بيقدم الخدمه الطبيه في خلال اكثر من ربع ساعه يبقى ده كلوز كونتاكت وبقى خطر، ما بقاش كونتاكت عادي. كويس. او لو ما كانش لابس البروتكتيف اكويبمنت نفس الكلام، او لو قاعد في نفس الانفايرمنت وزاوت جود سانيتيشن كويس، او لو كان مسافر بالقرب منه 1 متر سيبريشن من العيان اللي عنده هذا الكوفيد بالذات لو كان راكبين عربي. طيب لو الكونتاكت ده ما عندوش اي اعراض ما تعملوش اي حاجه وما ياخدش اي حاجه الا اذا كان خايف على نفسه ياخد فيتامين سي واللاكتوفيرين وهيدروكسيكلوريكين في بعض الاقاويل. كويس. الكونتاكت شود وير ا ميديكال ماسك. جميل. البابليك ترانسبورتيشن لو هو عي وراح يبص على نفسه في المستشفى ما يركبش حاجه بابليك، ولو ركب برايفت يكون فاتح الشباك. صح. تمام. ولو قعد جنب حد يقعد ويقعد في مسافه ما بينه وما بينه، واي سيرفس هيلمسه لازم يتعقم بالكحول او بالكلور. بس خلاص. تقول لي ده كلام انشا اللي انت جاي تقوله لنا ده. اقول لك لا، مش كلام انشا ده، هو ده الكلام اللي جايب لنا المصايب وده اللي مرجعنا ورا. كويس. عشان كده دلوقتي بنتكلم على واتس كولد immunological باسبورت. ايه بقى immunological باسبورت ده؟ ده بيقول لك احنا عايزين العيانين اللي احنا اطمنا ان هم ديفلوب ذا اي جي جي افتر انفكشن والانتي بودي تتر بتاعهم بقى كويس، العيانين دول نديهم شهاده او جواز سفر انه يقدر يروح ويجي ويقدم خدمه طبيه ويبقى تمام التمام ويخدم المرضى ويسافر وينزل وينتج ويشتغل وما بقاش قلقان عليه. تمام. زي ما احنا بنقول كده كورونا ده بدا يصاحبنا وبقينا تمام. عندنا بعض الادويه بيتكلموا عليها دلوقتي ان هي ليها دور كويس. من ضمنهم الدواء اللي هو اسمه ايفرميكتين. وجه الاهتمام بهذا الدواء ان هو اف دي اي ابروفد، مش عشان يعالج الكورونا، لا عشان يعالج الاسكيبز واللايس. تمام. انا بس عايز استرس فيه على نقطه، ان هذا الدواء يا جماعه اللي هو الايفرميكتين ده بيشتغل ازاي؟ خد بالك من الميكانيزم اوف اكشن لان ده كلام جديد وحلو. الكورونا فيروس موجود في السيتوبلازم بتاع الخليه، عشان يروح للنيوكليوس ويقول للدي ان ايه بتاع النيوكليوس لو سمحت ما تطلعش حاجه تعمل لي انهيبيشن انتي انفكتيف وانتي فايرال، لازم يعرف يعدلها. ما بيعرفش يعدي الا لما يلزق في حاجه اسمها امبورتين الفا وامبورتين بيتا 1، ويعدي من حاجه اسمها نيوكليير بور شانل
ويخش الخليه كنيوكليوس وينهبت الدي ان ايه بتاعها. الايفرمكتين بيعمل ايه؟ الايفرمكتين بيمنع الكورونا فيروس انه يتحد بالامبورتين الفا وبيتا 1، وبالتالي ما يقدرش يعدي ايه؟ من النيوكليار بور كومبلكس، وبالتالي ما يقدرش ينهبت الدي ان ايه بتاع النيوكليوس، وبالتالي ما يعرفش ينهبت مين؟ الفيرال مالتيبليكيشن. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الايفرمكتين بيأكت از اندايركت انتي فيرال. كويس، هو اف دي اي ابروفد، هو اف دي اي ابروفد. كويس قوي. ولما عملوا ان فيترو ستاديز وجدوا ان هو بيعمل 5000 فولد ريدكشن في الفيرال مالتيبليكيشن في خلال 48 ساعه. وكمان هذا الدواء المشكله فيه السيفتي والتولرابيليتي، لا التولرابيليتي بس، ان انت بتدي 6 مللي جرام مع بعض 6 اقراص، 6 في 6 ب 36 دي 0 ودي 3 ودي 6، يعني بتدي 3 جرعات 36 و36 و36. يبقى زي ما اتفقنا ادي الار ان اي فيروس اللي هو الكورونا بيخش وبعد كده عايز يعدي للنيوكليوس ما بيعرفش، يمسك في الامبورتين الفا وبيتا 1 ويعدي. لو الايفرميكتين عمل بايندنج لدي ما يقدرش يعدي وما يقدرش ينهبت الفيروس مالتيبليكيشن. طيب دواء تاني بيتكلموا عليه وحلو قوي وعايز استرس عليه اسمه كولشيسين. ليه الكولشيسين مهم يا جماعه؟ قال لك لان الكولشيسين ليه دور في ان هو ينهبت السيتوكاين ستورم، وبالتالي يبقى ليه دور في البوست كوفيد فايبروزيس. الكولشيسين از ا بوتنشال ثيرابيوتيك تول اجينست كوفيد 19، بس للاسف لسه عدد العينين قليل، اكسبيرينس فروم 5 بيشنتس، ده يعتبر رقم قليل. وطبعا هو بيكسرت الاكتيفيتي بتاعته ثرو اتس انتي انفلاماتوري ميكانيزم، بينهبت التيومر نكروز فاكتور الفا انترلوكين 6 1 بيتا انترلوكين 1 بيتا انترلوكين 18، يبقى بينقص النيوتروفيلز، بينقص الريكروتمنت بتاعتها، يبقى بينقص الاوكسيديتيف بروسيس اللي بتعملها، يبقى ليه انتي انفلاماتوري ميكانيزم. ودي نفس الميكانيزم اللي بيشتغل بيها في الجوت. دواء رخيص فيري افكتيف، 500 مايكرو جرام مرتين يوميا فور هاو لونج لسه مش عارفين، لكن ليه دور كبير كانتي فايبروتيك وايه وانتي سايتوكاين ستور. بوسيبل اميلوريتيف افكت اوف كولشيسين اون بريفنشن اوف سايتوكاين ستور اند اتس اسوشيتد هايبر انفلاميشن ان بيشنت وذ كوفيد 19 ثرو اتس انتي انفلاماتوري اند انتي فايبروتيك افكتس. يبقى الحته دي مهمه، لان في بعض الناس يجي يقول لك انا اتحسنت بس الاشعه ما اتحسنتش، ممكن نزود له هنا كولشيسين 500 مايك قرص كل 12 ساعه. كويس. الكونفاليسنت بلازما مش عايز الناس تتكلم عليها كتير لو سمحتوا، لان انا هديك السلايد دوت وتبقى عارف ان مجله الجامعة عملت ترمينيشن للاستادي، انتربريتيشن از ليميتد باي ايرلي ترمينيشن اوف ذا ترايل which may have been underpowered to detect a clinically important difference. يعني ايه؟ انا عايز اقول اذا توفرت وبصوره سليمه وبصوره صحيه هنديها. طب اذا لم تتوفر محدش يفتكر ان هي اللي هتشفي العيان وهي اللي تقومه من مرضه. لا، احنا في عندنا حاجات كتير من ضمنهم على سبيل المثال لما بتزنق في العينين السيفير والكريتيكال ان انا ادي الريمدي سيفير، بيجيب نتائج. اللوبينافير والتونافير بيجيب نتائج. الانتي فايرال مع الانتي انترلوكين 6 مع الكورتيكوسترويد سولومدرول او المثال بيردوزولون صوديوم ساكسينات، الثلاثه دول بيجيبوا مارفلس ريسبونس لو كان سيفير تو كريتيكال، بات زي هاف تو بي انتروديوسد ايرلي. بس بمناسبه بقى ان احنا جبنا سيره المثال بريدنيزولون، انا زعلان. ليه بقى زعلان؟ لان يا جماعه السلايد هذا خطير جدا، وما ينفعش انت كدكتور صدر او كدكتور بطن عامه ما تبقاش عارف الايكويفالنت دوزس اوف كورتيكوسترويد. يعني ايه الكلام اللي انت عايز تقوله لي ده؟ يعني لما اجيب لك جنيه اقول لك فيها قد ايه؟ تقول لي فيه 100 قرش، صح؟ طب ولما اجيب لك 10 جنيه يبقى تقول لي فيها 10000 قرش، صح؟ يبقى في عندك يونت اسمها قرش، وفي بقى عندك الجنيه وال10 جنيه وال20 جنيه وال100 جنيه وال200 جنيه. ايكويفالنت لقد ايه من القرش ده لازم تكون عارفه زي اسمك. يبقى انا في عندي وحده الكورتيزون اسمها كورتيزون،
دي تمثل قد ايه؟ 25 مللي جرام. طب الهيدروكورتيزون ده يمثل 20 مللي جرام من 25 كورتيزون، صح؟ طب والبريدنيزون يمثل 5 اكويفالنت لل 20 هيدرو اكويفالنت لل 25 كورتيزون. طب والبريدنيزولون برضو 5، طب والمثال بريدنيزولون 4، طب والتراي امسينولون 4، طب والبيتا ميسازون 0.6، طب والديكسا ميسازون 0.7. كل دول يساووا بعض باختلاف المسميات واختلاف الجرعات. يبقى دي لازم تعرفها عشان لما تيجي تقلب عيان من دواء كان تركيزه عالي لدواء تركيزه اقل والاثنين ليهم كورتيزون تبقى عارف بتسال ازاي والموضوع يطول بس ده راسه. نيجي بقى للكورونا فيروس والدور بتاعه في الكواجيولوباسي والاندوثيولوباسي. كويس، عايزين نقول ان الكورونا اتوصف معاها كواجيوليشن ديفكتس. كويس، ده خبر ابيض. ايه السلايد ده؟ السلايد ده ببساطه بيقول ان الكورونا لو وصلتك للسايتوكاين ستورم هيبقى الدي دايمر عالي، صح، والنيوتروفيلز زايده والمونوسايت حصل فيها اكتيفيشن والانترلوكين 6 زاد، بقى في عندك انفلاميشن وهايبر كواجولابل انتر بلاي. كويس، ده هيأثر على اللنج يعمل امبوليزم وعلى الليج دي في تي وعلى الارتري ارتيريال ثرومبوزس وعلى الهارت مايوكاردال انفاركشن وعلى البرين ستروك وممكن يموت العيان. وانا على فكره عايز اقول لكم انا كنت بشوف عيان عنده ستروك نون هيموراجيك وعنده كورونا ودكتور النيورولوجي بيعالج ان دي ستروك وانا بعالج ان دي كورونا، لا الاثنين مربوطين ببعض. وطالما نون هيموراجيك انفاركشن يبقى العيان ده لازم يريسيف انتي كواجيليشن. الكلام ده مهم بس وانت بتديها بي كيرفول عشان ما تقلبش منك من نون هيموراجيك الى هيموراجيك انفاركشن، يعني تدي دوز بس تكون حنينه شويه. كويس، يبقى العيانين اللي هم عندهم كورونا الثرومبوتيك ايفنتس تمثل 50%، نص عيانينك هيجي لهم ثرومبوزس، 87% عندهم بالمونري امبوليزم، 6 عندهم ستروك 6%، 2.5% ارتيريال ثرومبوزس، دي في تي 4% و14% بيعمل لهم كارديو فاسكولار ديس. وفعلا في عيانين كتير جدا تبقى واقفه قدامك بتكتب لها ملخص الخروج وتقع تموت، ولما تيجي تسال في الهيستوري تلاقيه ما كانش فولي انتي كواجوليتد او ما كانش بروفيلاكتيكالي انتي كواجوليتد. يبقى هنا دي رساله خطيره يا جماعه بنوصلها. ليه بتوصلها؟ اقول لك لان الكورونا از اسوشيتد ويز واتس كولد اندوثيلوباسي وهايبر كواجولابيلتي، والاثنين دول بيعملوا مايكرو ثرومبوزس وبيعملوا ماكرو ثرومبوزس. ماكرو ثرومبوزس يعمل امبولايزيشن والمايكرو ثرومبوزس يعمل لك مالتيبل اورجان فيلير ويدخلك في رينال امبيرمنت ويدخلك في اي ار دي اس ومالتيبل اورجان فيلير ومالتيبل اورجان ديسفانكشن. يبقى هنا دي رساله خطيره. اذا هذا الكورونا الخطير ريسبونسبل فور كواجيولوباسي، وبالتالي لو سمحت في بريفنشن وفي دايجنوزس وفي تريتمنت للفينس ثرومبو امبوليزم في الكوفيد 19، وده مجله التشيست مجله محترمه والعدد بتاعنا في 6/2020. بيقول ايه بقى؟ بيقول لو كان العيان بتاعك اكيوتلي ايل يبقى خد بالك ده بقى كريتيكال، هتدي ثرومبو بروفيلاكسس باللو مولكيولار ويت هيبرين او الفوندابرونكس اوفر انتي كواجلانت ثرومبو بروفيلاكسس وذ انفراكشنيتد هيبرين. كويس، يعني ادي الانفراكشنيتد ولا ادي اللو مولكيولار؟ ادي اللو مولكيولار ويت هيبرين. كويس قوي، تمام، وده يفضل على الاورال او يفضل على الاورال. طب ولو كان كريتيكال ايل وهوسبيتالايزد هنريكومند اجينست يوز اوف انتي بليتلتس. معلومه بمليون جنيه، يقول لك اصل انا يعني بابايا ماشي على انتي بليتلت اصل هو كاردياك فانا مش هديله هو اوريدي بياخد دواء السيول. لا يا باشا، مضاد الصفائح غير مضاد التجلط، الانتي كواجلانت غير الانتي بليتلتس، لازم يكمل على ده وتحط له الانتي كواجلانت معاه. جميل، طب لو كان العيان اوت بيشنت اللي هو موضوعنا بقى بتاع الهوم ايزوليشن بس عنده دي في تي او بالمونري امبوليزم، عنده عنده، يبقى تدي الابيكسيبان او الدابيجاتران او الريفاروكسيبان او الايدوكسيبان. كويس قوي، انيشال بارنترال انتي كواجوليشن از نيدد، يبقى الدابيجاتران والاديكسيبان الدوكسيبان دول لازم ياخد قبليهم انجكتابل انتي كواجولانت، لكن الابيكسيبان والريفاروكسيبان ممكن نبتديهم على طول اورال وهحكي لك الكلام ده سريعا دلوقتي. طب لو كان العيان كريتيكال ايل وعنده دي في تي وبالمونري امبوليزم
لازم تديله بارنترال اوفر اورال، هتبتدي بالبارنترال طالما كريتيكال ال، لكن لو كان اوت بيشنت مش كريتيكال ال يبتدي بالاورال على طول ومفيش مشاكل. طب لو كان عنده دي في تي وبالمو امبوليزم هتدي الانتي كواجليشن على الاقل 3 شهور. تقول لي الله 3 شهور؟ اه لان كان عنده دي في تي، مش كنت بتديه كبروفيلاكسس؟ امال لو بروفيلاكسس بديه قد ايه؟ 3 اسابيع. ماشي. وممكن يكستند شهر شهر ونص على حسب حصل ريزوليوشن ولا لا، والدي دايمر نزل ولا لا، والديسنا اتصلقت ولا لا، والساتوريشن اتصلق ولا لا، والاكسجينيشن اتصلق ولا ما اتصلقش. جميل. لو كان اكيوتلي ايل وما عندوش حاجه هتدي انتي كواجلانت ثرومبو بروفيلاكسس اللي هو موليكولار ويت هيبرين. كويس جميل. طب ولو كان عنده كوفيد 19 وان بيشنت ثرومبو بروفيلاكسس هتديهوله؟ هتقولوا اه افتر هوسبيتال ديسشارج، اه اكمل بيه شويه، والشويه دول يتراوحوا ما بين 3 اسابيع ل 3 شهور اكوردنج كان عنده قبل كده ولا ما كانش عنده، كان في ريسك اوف بليدنج ولا ما كانش في ريسك اوف. طيب ايه الانتي كواجلانت اللي عندك؟ اورال دايركت اورال انتي كواجلانت، في عندي حاجه اسمها ريفاروكسابان وابيكسابان ودابيجاتران ودوكسيبان. عندنا في مصر الاثنين الاولانيين الريفاروكسابان والابيكسابان، بس خد بالك لو هتدي الريفاروكسابان ده بيتاخد 15 كل 12 اول 3 اسابيع وبعد كده 20 كل 24 واكستندد على حسب ما اتفقنا. طب لو هدي الابيكسابان هدي 10 مللي جرام توايس ديلي لمده اسبوع، بعد كده 5 مللي جرام توايس ديلي لمده برضو زي ما اتفقنا من 3 اسابيع ل 3 شهور او وات ايفر. ولو احنا هندي الاثنين دول اتفقنا لازم يكونوا بروسيدد بمين؟ بالانتي كواجيليشن انجكشن، وبعد كده نقلب على هذا الاور. طيب يبقى انا كده خلصت الكواجيليشن. ايه هي الانديكيشن اوف انتي كواجيليشن؟ عيان يكون عنده دي في تي او بالموني امبوليزم يبقى هنا ثيرابيوتيك. عيان عنده دي دايمر فوق الواحد يبقى برضه ثيرابيوتيك. عيان ماركت لديسنك او بي دي ساتوريت او دي دايمر عالي برضه هيبقى ثيرابيوتيك. اقل من كده يبقى بروفيلاكس. طيب هدي انتيبيوتكس في العيان المايلد اللي محبوس في البيت؟ ممكن، بالذات لو كان العيان ده عنده الوايت بيسيز عاليه وفيها شيفت تو ليفت او توكسيك جرانيوليشن. كويس. طب وبالكلينيكال لو كان في فيفر او لو كانت الفيفر اختفت ورجعت تاني بعد ما كان في عنده بعض كام يوم ايه فبراير، ولو استلو السي ار بي لقيته عالي ان سبايت اوف اول انفلاماتوري ماركرز نزلت زي السيرم فيريتين مثلا والبروكالسيتونين سبيسيفيك عشان يفرق لك الفيرال من البكتيريال، او لو كان في عندك سوليد كونسوليديشن او رابيد سوليد كونسوليديشن ما يمشيش قوي مع الفيرال ويمشي مع البكتيريا. لو سمحت احفظ الانديكيشن اوف انتيبيوتيك بريسكريبشن ان كوفيد 19 كلينيكال، فيفر كانت موجوده واختفت ورجعت تاني، وايت بيسيز عاليه وفي شيفت تو ليفت وتوكسيك جرانيوليشن، سي ار بي عالي ان سبايت اوف اول انفلاماتوري ماركرز نزلت، بروكالسيتونين عالي وده يونيك فور بكتيريال انفكشن، rapid development of lobar consolidation not coinciding with corona virus infection او lobar consolidation unique بتاع streptococcal infection مثلا. جميل. الجايدلاينز ديت يا جماعه بتتكلم على النيمونيا اللي معاها كوفيد 19 relevant bacterial pathogen are likely the same in other patient with pneumonia. يعني اللي هيطبق على النيمونيا بتاعه الكوفيد هي النيمونيا بتاعت النون كوفيد لو كان فيها سكندري بكتيريا انفكشن. ده كلام ده مهم كويس قوي. وبالتالي بدا يبقى في عندنا تساؤل، هل الريسبيراتوري فلوروكينولون والليفولموكسي بينيفيشال في الكوفيد 19؟ الاجابه اه، وفيري بينيفيشال. اه فيري بينيفيشال، بيجيبوا نتائج كويسه. اه بيجيبوا نتائج هايله طبعا. لكن انت لما بتيجي بتدي الماكرولايت في البدايه الكلاريسروميسين او الازيسروميسين عشان الانتي انفلاماتوري بروبرتيز بتاعته، طب هل الفلوروكينولون ليهم؟ قال لك برضه ليهم اهو. كونسيدرنج الاميونو موديلاتري اكشن والاتينيويشن اوف انفلاماتوري ريسبونس والبرو انفلاماتوري سايتوكاين زي الانترلوكين 1 وتيومر نكروس فاكتور الفا، ده كان موجود مع مين؟ مع الكينيلون. كويس. والانتي فايرال اكتيفيتي اوف ريسبيراتوري فلوروكينولون اجينست سارس كوف 2 موصوفه. اه موصوفه. كويس. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ادي موكسي فلوكساسين؟ اه ممكن. ويجيب معايا نتائج هايله؟ اه ممكن، بالذات في العيانين اللي كان عندهم فيفر واختفت ورجعت تاني.
او السي ار بي اللي عالي وكل الانفلاماتوري ماركرز اوتي. بس انا خلاص قربت اخلص. ايه الكوتينيوس مانيفيستيشنز؟ ليه انت بتقول لي كوتينيوس مانيفيستيشن؟ لان في عيانين كتير جدا بيديهم ادويه كتير جدا ويجي لي بالمنظر ده. اقول له ده دراج رياكشن. لا يا باشا، ده اريثيما واديما وبوستيولز موصوفه كسكين مانيفيستيشنز مونومورفيك ديسيمينيتد فيزيكلز هي او ارتكاريا ليجنز. كل دي سايد افكتس؟ لا، ده كل دي كورونا انديوسد سكين مانيفيستيشن. خد اللي وراه، ماكيولوبابولار ايربشن واحد، اكرال انفلتريتد بابيولز اللي بتبقى اليفيتد عن السكين اثنين، بابيولز اريسيما مالتيفورم لايك ثلاثه، ليفيدويد ارياز اربعه. كل ده يو هاف تو ريفير تو ديرماتولوجي كونسلتيشن. اخر حاجه بنختم بيها بنقول وبريز ان وات ذا تريز بريز اوت. بريز ان ذا لانج، ان وات ذا تريز بريز اوت دي الشجره. كويس، احنا بناخد الاكسجين ونطلع كربون دايوكسيد، والشجر بتاخد الكربون دايوكسيد وتدينا اكسجين، ودي حكمه ربنا. وشوف الخلق المتناهي في الدقه والعظمه، ولما تقارن الشجره بالشجيرات بتاعت اللانج تلاقي سبحان الله الخالق العظيم الدقه المتناهيه في الصنعه في الصناعه والعظمه في الخلق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. دي الكمامه نقدر نقدمها في عيد الميلاد بالورد وتبقى جميله. وهنا بنقول دي ست عندها 113 سنه خفت من الكورونا، واول طلب ليها كان ازازه بيره مشبره. خلينا احنا عمالين بنشرب في الليمون. الكوفيد 19 بقى لحد دلوقتي بيقول لك في ريسنت ستادي شود ذات اول ريسنت ستاديز ار فولس. مش عايز حد يضحك، هي دي مش نكته، هي دي ممكن نفاجئ بيها ليتر اون، لكن عايزين نقول احنا بنعمل بما لدينا من معلومات حتى هذه اللحظه، وربنا يوفقنا ونقدر نصل بالمريض لبر الامان. وبنترك الساحة للأسئلة ثم لشركة إيفا تشوف بقى هتقدر تمودريت الدنيا إزاي. يا بروفيسور بجد يعني أنا شريف عوض من إيفا استمتعت، يعني أنا بنقل لك ربنا يبارك فيك يا دكتور شريف. انطباعي بجد، والكومنتس اللي على الشات تقريبا ما بقول نفس الكلام. طبعا أسئلة حضرتك شايفها، في اسئله كتيره جت لحضرتك وحضرتك شغال، في حاجات حضرتك رديت عليها يعني بالتتابع في الحالات، وفي حاجات لسه في حضرتك تحب تقرا من على الشات، ولا اقول لحضرتك اللي مكتوب زي ما حضرتك شايف؟ لا يا ريت حضرتك متفضله مشكورا قول لي اللي مكتوب. طيب هبتدي من الحاجات اللي حضرتك ما رديتش يعني ما جاتش في سياق الحوار. يعني في احد الاسئله الايفيدنس، وات از ذا ايفيدنس اوف لاكتوفيرين ان بروفيلاكسيس؟ احنا في عندنا الايفيدنس اوف لاكتوفيرين، في عندنا البي ام جي بريتش ميديكال جورنال بيتكلموا عليه في ستادي كانت معموله على العيانين اللي عندهم مايلد انفكشن، والعيانين اللي والكونتاكت اللي معاهم كانوا بياخدوا اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين بيشتغل اسمه لايبوزوما اللاكتوفيرين، بيشتغل عن طريق انه بيعمل كونجيوجيشن للاس 2 ريسبتور، وبالتالي الفيروس كان نوت ايدنتيفاي the cell intended to be infected، فما بيعرفش يخش من البداية. في two references أنا حطيتهم موجودين عندي على اليوتيوب، اللي يحب يخش عليهم ويبص عليهم هيلاقيهم. أنا عارف إن ده مش موجود في معظم البروتوكولات، لكن ليس بالضرورة. إحنا اتفقنا إن ده اسمه كورونا المستجد اللي بعض الناس استخدموه برة. لاكتوفيرين مش حاجة جديدة، ده اسمه لبن السرسوب. الست اللي بترضع الابن في أول ست شهور بيبقى غني باللاكتوفيرين. لاكتوفيرين بيدي سام سورت اوف اميون بروتكشن عن طريق انه بيكونجيوجيت الاس 2 ريسبتور، وبالتالي الفيروس كان نوت ايدنتيفاي ذا سيل، بالتالي الفيروس ما يقدرش ينفكت السيل. اوكي، في سؤال حضرتك كنت قلته وحضرتك شغال في المحاضره، لكن في حد محتاج يعرفه تاني، الجرعه بتاعت الايفرميكتين. الجرعه بتاع الايفرميكتين هو احنا بنقول القرص 6 مللي جرام. احنا بندي في اول يوم داي زيرو، اسمه اول يوم ده اسمه داي زيرو، بدي 36 ميلي جرام. الدوز دي اقل من الدوز اللي جربوها ان فيترو تو انهبت الفيرال مالتيبليكيشن. ليه انت بتدي اقل؟ عشان الجي اي تي ابسيت، لما ابتدينا ب 10 ملي 10 ملي 6 اقراص 60 يعني ما نفعناش، والعيان كان بيجيبهم ويرجعهم كلهم، فابتدينا ب 6 تابلت
في 6 ميلي جرام يبقى 36 داي 0 داي 3 داي 6 36 36 36 وكان في دراماتيك ريسبونس ريجاردينج الفيفر والكلينيكال كونديشن اوف ذا بيشنت. اوكي احد الاسئله الثانيه كانوا يوز كورتيكوستيرويد ان هوم ايزوليشن بتحفظ. يعني ايه بتحفظ؟ الكورتيكوستيرويدز يا جماعه بتنهانس الفايرال مالتيبليكيشن. يعني ايه؟ يعني لو انا اديتها في عيان العيان ده ستيل عنده الفايرال لود شغال يبقى انا هيلب الفايرال مالتيبليكيشن. امال تديها امتى؟ تديها لو كان العيان بتاعك مش مايلد وخلاص، لا، لو كان في دنس راديولوجيك ابنورماليتي جي جي او او سوليد كونسوليديشن او كريزي بيفنج. واحد اثنين، لو كان العيان تاكبني او تاكي كاردي او بيدي ساتوريت على روم اير او لما باخد له البي اي او 2 على الاف اي او 2 الاقيه اكتر اقل من 50% اقل من 300 اقل من 300 معناه ان هو رايح مني على سايتوكاين ستورم، يبقى دي اسمها انديكيشن اوف كورتيكوسترويدز. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا متبرعا مشكورا مش هكتب للعيان كورتيكوسترويدز الا اذا كان العيان بتاعي مش كويس. يعني ايه مش كويس؟ يعني عنده دي ساتوريشن وعنده هايبوكسيميا وعنده تاكيبنيا وعنده تاكيكارديا والاكس راي او السي تي بتاعه فيه ماركت راديولوجيك تشينجز. خايف من ايه؟ خايف ان انا انهانس الفايرال مالتيبليكيشن، يبقى بدل ما افيده بقيت اضره. طب امال الفاليو بتاعت الكورتيكوسترويدز ايه؟ الفاليو بتاع الكورتيكوسترويد انها مانيبيوليت الاميون ريسبونس. يعني ايه؟ يعني عايز اقول بدل ما الجسم يرد بغشم على الفايرال مالتيبليكيشن بعد ما الفايرال فيز يخلص، اقول له لو سمحت رد على مهلك، رد بالراحه، رد من غير ما تاذيني، رد من غير ما تبقى الدبه اللي قتلت صاحبها. هو ده الكورتيكوسترويدز. تمام. What is the relation between age of patient has COVID-19 with taking anticoagulant drugs? السن فوق ال 65 احنا بنبقى خايفين. خايف من ايه؟ خايف من الريسك اوف بليدنج. السن الكبير ممكن يبقى فيه انوريزم، السن الكبير ممكن يبقى مور برونس تو سيريبرو فاسكولار ستروك، عمره ما كان كونترا انديكيشن، لكن في حاجه اسمها زياده الريسك اوف بليدنج. انت اللي بتستيميت هذا الكلام، تشوف لي البليتلتس اخبارها ايه، تشوف لي اذا كان بياخد اذر انتي بليتلتس ولا لا، تشوف الدي دايمر مقداره كام، تشوف الديجري اوف ديستريس اخبارها ايه، وده اللي يخليك تجاستيفاي تدي دوز 40 ولا 60 ولا 80. اذا كنت بتدي مثلا انوكسيبارين صوديوم تدي ابيكسيبان 10 ولا تدي 5 ولا تدي 2.5، اذا كنت بتدي دايركت اورال انتي كواجلانت، اذا كنت بتدي ريفاروكسابان تدي 20 ولا تدي 15 ولا تدي 10. اجين اتس ا كورونا المستجد، مفيش كونسنسس بيقول لك تدي كام، لكن في كلينيكال جايد يو العيان بتاعك اخباره ايه، بيلقف بيدي ساتوريت مش راضي يتصلح فول انتي كواجيليشن وانت نايم. اشمعنى؟ اقول لك لان البالمونري امبوليزم والبالمونري ثرومبوزس هيدن، انا مش شايفه. الالم ده حلو؟ حلو. الانبوبه مليانه ولا فاضيه؟ تقول لي ما اعرفش. ليه ما تعرفش؟ ما اصل الانبوبه متغطيه جوه الالم. نفس الكلام الاندوثيليوم بتاع البلاط فيزيك، انا مش عارف اللي جواه ايه، مش عارف اللي بيحصل فيه ايه، لكن في ريفليكشن بتقول لي انت في مصيبه، زي الدي دايمر لو معدي ال 1000، زي الماركت تاكبني لو معديه 30، زي الدي ساتوريشن لو اقل من 93، زي البي اي او 2 على الاف اي او 2 لو اقل من 300، وهكذا. في سؤال لحضرتك تاني، what are the other factors that affect D dimer level and is حاجات any كتير. elevation بالظبط حاجات كتير. حاجات كتير. يعني مثلا ايه الراجل اللي بيسال السؤال ده سؤال يعني ايه سؤال بريء وغير بريء في نفس ذات الوقت. عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انا مش دايما لما يقيس الدي دايمر وليه عالي ده معناه ان في اندرجون كواجولوباسيس، يو ار رايت. ممكن يحصل في التروما، صح. ممكن يزيد في البريجننسي، صح. ممكن يزيد في اذر ميديكال كونديشن، صح. لكن انا بالنسبه لي طالما عندها كوفيد لما الاقي عالي يبقى ده ديو تو كوفيد، لحد ما يثبت عكس ذلك. Can we use azithromycin and moxifloxacin at the same time؟ ده سؤال حلو، ده سؤال حلو، بس المهم انت بتستخدمهم ليه. يعني قبل ما اجاوبك، انت بتدي الازيثرومايسين والموكسيفلوكساسين بتديهم ليه؟ عشان تعالج سكندري بكتيريال انفكشن
ولا تو انهانس الانتي فايرال بروبرتيز. لو انت بتنهانس الانتي فايرال بروبرتيز انا احط الازيثروميسين رقم واحد. لو بتعالج سكندري بكتيريال انفكشن انا احط الكينيلونز رقم واحد. الكينيلونز اسد الغاب طويل الناب حتى هذه اللحظه تعتبر رقم واحد على مستوى العالم في علاج التشيست انفكشن امبيريكالي وزاوت كالشر اند سنسيتيفيتي انليس ان دي ما تكونش ست بريجننت او ولد اقل من 18 سنه او راجل كبير وخايف لا يجيله ابيليبسي او عيان عنده هارت افكشن وخايف يجيله برولونجيشن للكيو تي انترفال. دي المحاذير بتاعت الكينلون. في غير كده دوس. اوكي احد الاسئله الثانيه يا بروفيسور, many doctor giving NOAC to patient with mild cases of COVID infection treated at home even in low risk patient and without doing coagulation profile. تمام. هو هنا الراجل ده بيسال سؤال محترم جدا. انا دلوقتي عندي عيان مايلد. يعني ايه مايلد؟ يعني ما عندوش فيفر او عنده مايلد فيفر اقل من 38, ما عندوش ديسنيا, ما عندوش ديساتوريشن, الدنيا كلها تمام, الاكس راي والسي تي بتاعته نورمال, there is no need to anticoagulate. تقول لي ليه؟ اقول لك لان ما عنديش ما يدل على ان في عندي كواجولوباسي. تقول لي بس انت لسه قايل ان المرض ده الانسنس بتاعه عالي. اقول لك الانسنس عالي بس لازم يكون في عندك ملابسات ان المرض ده عمل كواجولوباسي, اللي هي ايه اللي احنا اتفقنا عليه, التكيبنيا والتكيكارديا والديساتوريشن والاكس راي او راديولوجيك ابنورمالتي. يبقى انا متبرعا مشكورا مش هدف المايلد اللي ما عندوش حاجه او الاسيمتوماتيك اللي ما عندوش حاجه. اوكي برضو سؤال, هل الكوفيد ممكن يجي بسكين مانيفستيشن بس وما يكون ملوش اعراض تانية؟ الله اعلم, انا ما اعرفش, لكن هو جيب جي اي تي مانيفستيشن بس وجيب تشيست سيمتومز بس. هو ده دلوقتي انفكشن بيجي على مزاجه في المكان اللي يحبه, ما حدش اشترط عليه يجي بايه وصوره ايه. لكن انا بقول لحضرتك من خلال شغلنا احنا كنا بنستغرب في البدايه, نقول يا رب ايه اللي في ايدين العيان ده, هو جاله جنجرين واحنا بنعالجه, هو العيان ده جاله اسكيميا واحنا بنعالجه, هو اللي عنده جاله سكين ايربشن من الدراجز اللي احنا بنديها واحنا بنعالجه. لحد ما بتوع الدرماتولوجي طلعوا لنا وقالوا لنا خدوا بالكم في عندنا سكين مانيفستيشن اوف كوفيد. في عيانين انا زي ما بقول لحضرتك رحت ابص على عيان عنده سي في اس سيريبرو فاسكولار ستروك من 3 ايام والسي تي بتاعه في كورونا, فده قال ان ده سي في اس وانا جاي بقول ان في كورونا. طب هنربطهم ببعض امتى؟ امال فكون ان هو ده يجي ببرزنتيشن لسيستم واحد او اكتر من سيستم, نو وان كان بريدكت وات ذا بيهافير اوف ذا فيروس حتى هذه اللحظه. احد الاسئله الثانيه, الدوز اوف هيدروكسي كلوروكين ان بروفيلاكسز. ما انا لسه قايله, ما احنا اتفقنا, انا قلت ان انا الدواء ده انا بحبه في التريتمنت ومش بحبه قوي في البروفيلاكسس. اللي بيعملوا بيه هو البروتوكول الهندي في البروفيلاكسس, بيدوه قد ايه؟ بيدوه 400 مللي جرام كل 12 ساعه اول يوم, ثم 400 مللي جرام كل اسبوع لمده 7 اسابيع اذا كان مقدم للخدمه الطبيه, ولمدة 3 أسابيع إذا كان غير مقدم للخدمة الطبية. أوكي. الرول اوف انتي كواجولانت أو آر الانتي كواجولانت إفكتيف إن نون هوسبيتالايز بيشنت بوست كوفيد 19, ده برضو حضرتك أحد الأسئلة اللي حضرتك قلتها. تمام. يعني أحد الحاجات اللي اتناقشت في المحاضرة. دي فوتها يا دكتور شريف. لا ده انا اصل حضرتك لو خدت بالك كميه الاسئله, في سؤال تاني برضو عن النواك, رول اوف نواك في الجاسترو انتستاينال كوفيد انفكشن. تمام. لا انا هنا دلوقتي ده سؤال حلو على فكره وسؤال ذكي والى حد ما يعني سؤال محترم. انا عندي جي اي تي سيمتوم حلو كويس, يبقى انت خدت الجي اي تي ما خدتش الريسبيراتوري, جميل تمام. هتبتدي امتى تدي النو اك؟ هي على فكره بالمناسبه هي ما بقاش اسمها نو اك, هي اسمها دوك. ليه؟ لان هي نو اك لما ظهرت كانت نيو, دلوقتي ايه؟ عامله زي العروسه كده لما يجوا يسلموا عليها يقولوا لها ازيك يا عروسه, وبعد كده يقولوا لها ازيك يا فلان. عروسه لما اتجوزت كانت لسه متجوزه ولسه عروسه, بعد ما مر عليها شهر خلاص بقت انسانه عاديه. فما بقاش اسمه نو اكس, ما بقتش نيو خلاص, بقى اسمها دو اكس دايركت اورال انتي كواجل. اديها في عيان عنده جي اي تي؟ لا مش هديها. اشمعنى؟
لان الجي اي تي غالبا مركز على الجاسترونتستينال تراك، يعني مش واخد معايا الفاسكوليتشر. طب هعرف امتى انه واخد؟ تعرف لما تلاقي العيان هايبوكسيميك، لما تلاقي العيان تاكيبنيك، لما تلاقي العيان تاكيكارديك، لما تلاقي العيان بي دي ساتوريت، يبقى في الحاله دي لازم تضيف، لكن ما تضيفهاش متطوعا مشكورا. لو كان جاي لك بانوريكسيا وديسبيبسيا ونوزيا وفوميتنج ولوس اوف سميل ولوس اوف تيست، لا. تمام، انا لسه ببص على بقيه الاسئله. في حاجات عرفت بقى ليه يا دكتور اشرف انا سبتك انت اللي تبص على الاسئله وتقول لا هو لا، ده انا عايز اقول لحضرتك ان انا كل دوت بجيب بس من على الشات، يعني اللي هو الكويتشن والانسر، لكن تمام. على الشات نفسه لا، احنا عندنا تقريبا فوق السبعين او الثمانين سؤال، فاحنا باي حال من الاحوال حتى لو ما عرفناش نجاوب النهارده كل الاسئله يا بروفيسور، بس هناخد منهم كوبي ونحاول بيرنا تتواصل مع حضرتك في الاسئله، لان فعلا نرد عليهم اسئله، نرد عليهم كلهم ان شاء الله. انا بص تاني، في سؤال برضو، what about reinfection in covid 19؟ مفيش حاجه اسمها reinfection حتى هذه اللحظه، كلام موثق. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني حتى هذه اللحظه الفيروس ما حصلش فيه ولا انتيجينيك شيفت ولا دريفت. يعني ايه انتيجينيك شيفت؟ يعني fusion of two viruses of the same strain او fusion of a virus with another type of another virus. يعني انفلونزا مع كورونا ما حصلش، ولا كورونا مع كورونا ما حصلش. تقول لي طب ده اسمه شيفت؟ الشيفت ده حلو. حلو، اشمعنى حلو؟ لان الانتيجينيك شيفت بريزيرف ذا سيم انتيجينيك بروبرتيز اوف ذا فيروس، وبالتالي الايمونوجينيستي بتاعته مش هتتغير، وبالتالي لو احنا بنعمل فاكسين هيبقى فاليد، وبالتالي لو احنا خدنا مناعه هتبقى فاليد. امال الخوف من مين؟ من الكارثه الكبرى والطامة العظمى اللي اسمها انتيجينيك دريفت. يعني ايه دريفت؟ ده اللي هيحصل فيه جينيتيك ميوتيشن اوف ذا فيروس. لو حصل جينيتيك ميوتيشن يبقى ممكن يحصل سكندري انفكشن، بس ده عشان يحصل لازم ياخدوا 3 4 5 6 7 8 10 شهور، مش هيحصل دلوقتي، ممكن يحصل في السكند ويف في الشتاء اللي ان شاء الله يا رب بندعي ان هي ما تحصلش. تقول لي بس يا دكتور انا كنت بي سي ار نيجاتيف وخفيت بعد ما كان بوزيتيف، وبعدين جيت اعيده تاني لقيته ستيل بوزيتيف او قلب بوزيتيف، يبقى انا خدت العدوى من اول وجديد. لا، انت ما خدتش العدوى من اول وجديد. هو لما كان نيجاتيف كان ليه فالاسز، الفالاسز دي من 20 ل 30%. طب ليه هو ستيل بوزيتيف مع ان انا خدت العلاج؟ تقول لي لان الار ان اي فيروس از ا بارت از ديتكتد باي البي سي ار. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني اكتشاف البي سي ار لبقايا الحمض النووي بتاع الفيروس ليس دليلا على ان انت خدت عدوى جديده، ده لسه ستيل في اون جوينج شيدنج للفيرال بارتيكل، وده مش معناه ان انت معدي. تقول لي يعني الفيروس ده ميت؟ اقول لك ميت. تقول لي ميت ولا حي ما يهمنيش، لكن المهم معدي ولا غير معدي هو الاساس. تقول لي بس عشان اجاوب على هذا لازم اعمل فيرال كلتشر، اقول لك فيري اكسبنسيف ونوت افيلبل. امال هتعتمد على مين؟ هتعتمد على ان العيان كلينيكالي امبروف، الفيفر اختفت بعدها 3 ايام، انت خلاص بقيت حر طليق، والانسنس اوف ري انفكشن غير وارد حتى الان، وفي دراسه كوريه بتثبت هذا الكلام. عايز يرجع لها 2020. اوكي، if home isolation patient with good CT but highly elevated D-dimer only, what can I do? على طول full anticoagulation, highly elevated full anticoagulation, highly elevated full anticoagulation. بس لو كان العيان ستيبل ممكن تبتدي بدايركت اورال انتيكواجولانت. طب لو كان العيان ان ستيبل يبقى يو هاف تو انيشيت انجكتابل فورم اوف انتيكواجولانت وبعد كده تقلب على مهد. سؤال تاني، از الفايبروزس ديو تو كوفيد 19 ريفرسيبل اور نوت؟ ريفرسيبل بروفايدد، يعني هو هيبقى ريفرسيبل لو انت عالجته صح، لو انت حطيت كورتيكوسترويدز وحطيت اسيتايل سيستين وحطيت كل شيء سين، يبقى انا كده غششت ثلاث اجابات اهم. عشان امنع البوست كوفيد فايبروزس لازم تدي الكورتيكوسترويد فور سفيشنت تايم مش اقل من 45 يوم، وتنفولف معاه كل شيء سين، وتنفولف معاه ان اسالسيستين بالتركيز العالي ال 600 عشان ده يشتغل كانتي فايبروتيك وانتي اوكسيدنت وميوكوليتيك في نفس الوقت. دول الثلاث حاجات اللي ممكن يضمنوا لك ان العيان ما يحصلش بعد كده انه يخش في برونكيولاس اوبليترانس او انترستيشال بالمونري فايبروزس. ولو كان still the D-dimer elevated you are justified to continue with direct oral anticoagulant until the D-dimer بتاعك يبقى normal.
اتحقق ده في خلال شهر ويلاند جود، شهر ونص اوكي، شهرين ماشي، ثلاث شهور شغال، مين اللي هيحكمك؟ السي تي اتحسن ولا لا؟ الدي دايمر نزل ولا ما نزلش؟ التكبنه بتاعت العين بقت كويسه ولا ما بقتش؟ هل يعني في سؤال، هل النون ستيرويدال ممنوعه في مريض الكورونا؟ يا سلام، طبعا هو احنا عايزين نقول اللي هو ايه، يا كل حاجه وعكسها. ايه بقى كل حاجه وعكسها؟ اول ما طلع الكوفيد قال لك لو سمحت يا جماعه، الناس اللي بتاخد الايبوبروفين ده بيزود الاكسبريشن بتاع الاس 2 ريسبتور، فلو هتاخد تاخد الباراسيتامول. بعديها بشهرين قال لك الايبوبروفين بيعالج الكورونا. كويس. لكن اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه والكلام المعترف به والغير مشكوك فيه، ان الباراسيتامول از سيفست انالجيزيك انتي بايريتيك في الفيفر وفي البين والميالجيا بتاعت الكورونا. فلو سمحت ما تروحش حتى هذه اللحظه للايبوبروف. يعني كميه الاسئله لو قلت لحضرتك عامله ازاي غير عاديه، فاعتقد ان احنا لازم هيبقى لينا لقاء تاني، او على الاقل يا بروفيسور هنبعت لحضرتك كده حوالي، انا موافق يعني، انا موافق يا دكتور شريف بجد يا بروفيسور، نبعت الاسئله خلينا نوضبها ونبعت تاني بالظبط كده. اه الله بالظبط كده خلاص. دكتور فرانسوا اتفضل كمل. انا طبعا بشكر دكتور عبد الحكيم على هذه المحاضره فعلا الشيقه لينا جميعا، واتمنى ان احنا نكون كلنا استفدنا ان شاء الله. انا بس